السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدروس الحالية اللي على القناة تنزل بارحة واليوم راح استمر بها إلى أنه أخلص المنهج كاملة. هي مخصصة لطلبة الصف السادس إعدادي. سادس إعدادي يا دفعة 2022 السنة الدراسية الحالية. دخلنا اليوم أي 11، خلصنا 5 دروس وراح نكمل إلى النهاية. كل ما تشمل المادة راح تنزل بالقناة بهذا الأسلوب البسيط السلس اللي يخاطب حتى الأشخاص اللي ما عندهم أساس قوي باللغة الإنجليزية. جيد مو؟ كتبوا لي والله اللي شاف أول 5 محاضرات. ملاحظات عندكم على القضية إنه هل السرعة البطء الكواليتي الصوت الصورة؟ كتبوا ملاحظاتكم تهمني. هاي شغلة. الشغلة الثانية انه اقرأ من الان، مو تظل تكدس وتراكم المواد عليك وبعدين تصيح اريد ملخصات واريد مرشحات. ماكو لا مرشحات تنفع ولا ملخصات تفيد، مادة كاملة. اوكي مادة يعني مو كاملة يعني حسب التقليصات اللي اطتها وزارة التربية اللي هو يونت 4 ويونت 8 عدا اللسن 1 باليونت الثامن هو داخل. فهاي المادة مالتكم اللي داخلة فاقرأها كلها ولا تتعاجز. ابدي من الآن على مود تسيطر، ولما تدخل الامتحان تدخل بثقة عالية، ما تخاف ما تتلكأ. هي كلها المادة راح تجيك بالامتحان، يعني ماكو شيء خارجي إلا اللهم بعض مفردات الكلمات اللي بالقطعة الخارجية. عداها كل المادة اللي انت راح تقرأها. وضحت الفكرة والصورة والأمور؟ لا، هي هاي القضية. اقرأ راح تسيطر، ما راح تخاف. فلما ما تخاف فراح تستذكر أو تستحضر كل المادة اللي قرأتها سابقا فترة الامتحانات وراح تطلع درجة عالية. القضية طردية، فركز على المادة. ها، ولا تنسى شارك الفيديوهات اللي تشوفها، شاركها مع أصدقائك مع زملائك بالصف. أوكي شاركها وياهم، هل يستفاد أكبر عدد ممكن وموجود من السادس إعدادي. يلا وسلامتكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.